العمران شاهد ثقافي على المكان ومظهر مادي للذاكرة الثقافية، فهو يحكي قصة المجتمعات ويرمز إلى هويتها بتعبير ظاهر ملموس، وما يطرأ على العمران من تغيير وتطور يطرأ مثله على الناس هوية وثقافة وسياسة. وارتباط العمران بالإنسان وهويته ليس ارتباطاً وجدانياً فحسب، بل هو ارتباط كينوني يحتوي على حركته الداخلية والخارجية حيثما حل أو ارتحل، ويساهم في تطور مجتمعه وازدهار أفراده وجماعته. نستضيف الليلة المهندس المعماري إبراهيم الجيدة وخبير ترميم العمارة التراثية محمد علي آبل في ندوة العمران هوية وذاكرة المكان. يشاركهما ويدير الندوة الدكتور علي عبد الرؤوف، فليتفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر فريق معرض الدوحة الدولي للكتاب على هذه الاستضافة. هذا العنوان المثير، العمران هوية وذاكرة المكان، عنوان مثير وملهم، وأبدأ بما هي قيمة وفكرة ذاكرة المكان. اثنان من الأدباء الحاصلين على جائزة نوبل في الآداب تحدثوا بإبداع عن هذه الفكرة، الكاتب والروائي التركي أورهان باموك الذي درس العمارة ودرس العمران، في روايته الشهيرة التي فاز بسببها بجائزة نوبل والتي أسماها إسطنبول. صفحات مطولة في هذه الرواية يتحدث فيها عن كيف تتذكر المكان وكيف يتذكرك المكان، وكيف يبني الإنسان من خلال تجاربه في المدينة وفي الحي وفي الفريج وفي الحارة وحتى في المسكن مستوى بديع من الذكريات والتأملات التي لا تنتهي أبداً. روائي آخر حصل أيضاً على جائزة نوبل في الآداب، الروائي المصري نجيب محفوظ، وجزء أيضاً من عبقرية رواياته هو القدرة المذهلة على رصد المكان ورصد عبقرية المكان ورصد الكيفية التي يتفاعل فيها الإنسان مع المكان، ونتيجة هذا التفاعل من ذكريات وأفراح وأشياء تنطبع في وجدان الإنسان. ولذلك أنا شديد الفخر اليوم أنني أدير ندوة تضم اثنين ليسوا فقط من المبدعين الوطنيين القطريين في مجالات العمارة والعمران، ولكني في كتابات كثيرة عن عمارة وعمران قطر أسميتهما المناضلين، لأنهما عادا تقريبا في نفس التوقيت من رحلة التعلم في أوروبا وأمريكا، وعاد إلى قطر في الوقت الذي كان التغريب سائداً، في الوقت الذي كان هناك توجه كبير ناحية الاتجاهات المعمارية والعمرانية الغربية التي تدفعنا إلى الانسلاخ من واقعنا، من هويتنا، من انتمائنا لهذا المكان. جاء إبراهيم الجيدة ومحمد علي لإعادة صياغة هذا الفكر، وناضلوا نضال حقيقي لكي يكون هناك مشروع معماري وعمراني وحركة، بل أدعي أنها حركة معمارية وعمرانية في السياق القطري، تعيد صياغة التراث وتعيد الحفاظ على التراث. المعماري الوطني إبراهيم الجيدة تعامل بعمق مع التراث ليجعله ذاكرة مكانية متصلة، ولكنه أيضاً لم يغفل لغة العصر،
أصر على أن يحدث في مشروعاته ما يمكن أن أسميه أنا بفكر النقد المعماري العمراني التوازن الأصيل بين التراث وبين إيقاع العصر الحديث. بينما أخي المبدع محمد علي وضع يده بحساسية شديدة على القلب التراثي لمدينة الدوحة وهو سوق واقف، وجعله ليس فقط مقصد لأهل قطر والمقيمين بقطر، ولكنه حوله بإخلاصه في تطويره وإعادة إحيائه إلى مقصد عالمي استحق تقدير العالم والمعماريين والعمرانيين والنقاد. ولذا اسمحوا لي أن نبدأ هذه الندوة بمداخلة من أخي المهندس المعماري إبراهيم الجيدة، يليها مداخلة أخرى من أخي محمد علي، ثم سأعقب على المداخلتين بإذن الله، ولاحقاً نفتح الحوار لأسئلتكم وحواركم ومداخلاتكم. شكراً جزيلاً أخي إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الوزير، شكراً على حضورك، وأهنيكم حقيقةً أنتم فريقك على المعرض اللي أبهرنا جميعاً، يعني حقيقةً تحية لكم جميعاً. الأخوة الحضور، شكراً لحضوركم. نتكلم عن ذاكرة المكان. تربيت وطفولتي في الجسرة وفي سوق واقف وهالمناطق، فكانت كلها ذكرى. رحت أمريكا ودرست العمارة، ما درسونا ولا شيء عن عمارتنا العربية والإسلامية، شيء بسيط جداً. فكل همي لما رجعت، لم أكن مؤلف، بس حبيت أدون من ذاكرتي ومن ما شفته، لأن لم يكن لي أي مراجع وأنا أدرس العمارة، وكيف أستفيد من عمارتنا القديمة أن أعمل عمارة مطورة أو أتأثر بعمارتنا. فكرست جزء كبير من وقتي إلى جمع المعلومات أساس أدون فيها الكتب، وبديت في كتاب تاريخ العمارة في قطر، اللي هو من 1800 لما قبل النفط، وعملت القطري ستايل اللي عن الانتيريور ديزاين، لم يكن في أي مرجع عن التصميم الداخلي. وفي كتاب عن أعمال المختلفة ودراساتي المختلفة عن تطوير العمارة بين القديم والحديث، والمتاحف طلبوا مني أن أدون الجامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، فدون فيه كل الرسومات القديمة وبعض البحوثات عن تاريخه. وآخر كتاب لي اللي هو تاريخ العمارة الحديث، اللي هو اكتشاف الديكو العربي اللي سميته، وبرويكم ليش بالبعض المقتطفات اللي هالكتاب. فاليوم ذاكرتي بتكون عن بداية ظهور النفط، مرحلة مهمة في تاريخنا. تكلمنا عن ما قبل النفط، وأعتقد أستاذي الفاضل محمد راح يتعمق بهذا الشيء لما له خبرة فيه، بس أنا بتكلم عن بداية ظهور النفط. طبعاً مدينتنا تطورت بسرعة هائلة من الثلاثينات إلى نهاية الخمسينات. نشوف لما بدأ ظهور البترول والدخل من البترول بدأ يأثر على نمو المدينة، فصار مثل انفجار سكاني للمدينة. وطبعاً الله بارك لنا بظهور البترول، لأن كانت مرحلة صعبة بعد هبوط تجارة اللؤلؤ مع اللؤلؤ الصناعي، فكانت مرحلة صعبة جداً، بس الله كتب لنا بظهور النفط. طبعاً هالصورة اللي في النص تذكرني في ما يسمى بالجولد رش، يوم في كاليفورنيا اكتشفوا الذهب. كانت هجرة كبيرة من أوروبا ومن كل أمريكا يروحون كاليفورنيا لاكتشاف الذهب. فالصورة نشوف كمية السيارات وكمية الهجرة، كان مثل انفجار سكاني صار في المدينة، من 20-25-30 ألف السكان بدأت تزايد مع افتتاح المدارس، المؤسسات الحكومية، المطار. ففي هالكتاب دونت يعني بعض هذه المباني الجميلة. برج الساعة أنا أعتبره هو رمز لبداية الحداثة في قطر. هو بني لما بنوا الديوان القديم، من بداية المباني اللي استخدمت فيها الخرسانة. طبعا نشوف عند الديوان الأميري عند القلعة
أول شوارع بدأت تنرصف اللي هني مكان الديوان الأميري، والمسجد اللي نشوفه هو اللي بعد ذلك صار مسجد الشيوخ، المبنى الأخضر، المسجد المعروف. وبدأت المدينة في التطور، مناطق سكنية حديثة، البيوت الشعبية، وبدأت الفرجان القديمة ينزحون منها إلى المناطق الحديثة، وبدأنا نشوف المباني، بداية ظهور المباني الحديثة في قطر، سواء البريد، المحاكم، المطار. الطراز لاحظنا في نوع من الاهتمام في بعض الأشكال الهندسية اللي أرى أن كانوا لها علاقة بالبيئة، يعني البلكونات، الارتدادات كانت تحافظ على تقليل كمية الشمس في بعض المباني والتظليل. الحين نشوف هاي قاعد يصير في المباني اللي حين قاعد تطلع، طريقة معاملة الغلاف الخارجي لحماية المبنى من الشمس. وخذت بعضا من الرسومات القديمة أو من الصور القديمة، حاولت أترجمها في كشكل فني في واجهات أساس نقدر نحافظ عليها ونقدر نوعا ما ندونها كجزء من تاريخنا، حتى في بوست كاردز، في كتيبات. وعملت عدة مباني حين بدأت تطلع عندنا مباني اللي فيها الشقق السكنية أيضا. هاي المكتب العربي للشؤون الهندسية تأسس سنة 66، الله كتب لي أن أشتري سنة 90، وعندي كنز تقريبا 1500 لوحة أصلية، رسومات بالحبر لأقدم المباني، أول شوروم، قصور قديمة، الديوان الأميري، كل المباني بالحبر. والمتاحف والمكتبة الوطنية ساعدونا كيف نقدر نحافظ عليها، فقمت أترجم هذه الرسومات إلى رسومات ملونة أساس نقدر نحافظ عليها. طبعاً المدارس كانت مرحلة مهمة، والجميل لما أرجع للتاريخ، أول من بداية ظهور النفط كانت أول مباني هي المستشفيات والمدارس، قبل أن تبنى القصور، قبل أن تبنى أي شيء ثاني. كان المواطن مثل ما استمرينا على هالمنهج حين نشوفه في بلادنا، العلم والطب ورفاهية المواطن من تلك البداية كانت هاي النظرة. فطلعت أشكال، ولما نتذكر عن ذاكرة المكان أكيد جزء كبير منكم يتذكرون اللواوين هاي مالت المدارس اللي كانت تبكل تقريبا، وطلعت المدارس اللي لها الأقواس، والحمد لله تم الحفاظ على جزء منها، وحين سمعنا قطر الإعدادية بتتحول إلى مبنى يعاد استخدامه. نفس الشيء بدينا نحول هالمدارس إلى رسومات أسهل فهمها وبمنظر جمالي. بدأت تطلع هذه كل المحتويات اللي موجودة في الكتاب، بداية الشقق السكنية ما كانت جزء من تراثنا أن عندنا شقق، بس مع الهجرة اللي جات فالمستثمرين بدأوا يبنون محلات تحت وفوق شقة أو شقتين، وكانوا هاي ستاندر. هاي كلها من الرسومات القديمة اللي عندنا، نفس الطريقة بدأنا نحولها. هالمباني قد تشوفونها بعضهم تم إزالتها، بس من الصور كانت عندي هواية التصوير من أول ما تخرجت، محاولاً أن أحافظ على من الذكرى القديمة بالبقالات، بالأشكال الهندسية المختلفة. فأعدنا رسومات من الصور كثير منها، سوق السمك، ما أدري بعضكم معظمكم شباب بس لحقت عليه أنا. بديت وأنا أدون لاحظت في أشكال هندسية مختلفة، صح منبعثة من طرازنا القديم، بس بديت الديكوريشن في مرحلة الأر ديكو اللي كانت مشهورة في الثلاثينات والأربعينات في أمريكا، في فرنسا. فبديت ألاحظ أن أشكال هندسية صح مقتبسة من الطراز المحلي، بس بدوا يضيفون أشكال معمارية مختلفة، وهذه يعتبرها أنا بداية مرحلة أن كيف يعملون الديكوريشن. يقال أن في معماريين يوم من الهند أنا ذاك، إحنا بنشوف أمثلة أكثر. هذه أول مكتبة عبد الله حسين نعمة الله يرحمه، ولاحظ كتاب فوق وشعلة المعرفة فوق، هني كانت يقال أن أول مكان للطباعة. بس نلاحظ الأقواس الهلاليات اللي كنا متعودين عليها نشوفها على أطراف العمدان في اللواوين، بدأوا يحطونها بطريقة أكثر ديكور، وغالباً الجزء الأبيض اللي فوق كان فيه كتابة باسم المحل ولا اسم المطابع. عمارة سالم اليابر الجابر موجودة في الجسرة عند مصلى العيد، الحين أزيلت في مشيرب، طرف مشيرب.
وبس فيها بعد ديكور مختلف، ولذلك أنا سميتها الديكو العربي الأريبيان ديكو، لأن في نخيل في أشياء لنا علاقة فيها. طبعاً بوابة الشيخ خليفة بن علي تحفة معمارية، من أغنى البوابات أعتقد معمارياً الموجودة عندنا في قطر. الحمد لله تم الحفاظ عليها، اليوم تشوفونها بشكل أبيض، بس المتاحف راح يعيدون تلوينها من الذكرى القديمة. عندي بعض الصور القديمة وبإذن الله راح يعاد، بس حولتهم حتى إلى بوسترات، وحطيت الكورفيت القديم وأشكال، بس أساس أن نحتفل في هالمرحلة، وعملنا منهم حتى بيت الشيخ فهد بن علي، عملنا حتى بوسترات منها، بوست كارد. العطية، بوابة العطية غنية فيها ورود حتى، يعني كان المعماريين يعملون حاجة صراحة مميزة، ونفسي حطيت الكدلك القديم بس أساس أن نحافظ على هالمرحلة. ولحسن الحظ هالبوابة موجودة على المنبى، تم إزالة كل شيء حواليها، بس المتاحف قاعد تشوف طريقة كيف الحفاظ عليها، لأن هاي مرحلة في وجهة نظري غنية. بيت الشيخ غانم بن علي الله يرحمه، تحفة معمارية، السمك اللي فوق إن شاء الله الحين، بس البوابة ما زالت كما هي، والبيت في مشيرب محافظ عليه لأنه ما زال تحت الاستخدام. في الريان بعض القصور القديمة، الشيخ مجلس الشيخ محمد بن حمد بالقرب من الديوان الأميري، أيضا تحفة معمارية، النقوش اللي حواليها مميزة جدا وفريدة من نوعها. فنلاحظ مرحلة متكاملة في الخمسينات والستينات بدأت تطلع عندنا، وهذه لم يعني ما كنا أول نحسب إذا لازم يكون سوق واقف لازم يكون طين على أساس أنه تاريخ، لا، تاريخنا حتى تاريخنا الحديث أعتقد بالنسبة للجيل الجديد حتى شرطن يعتبر تاريخ، لأنه صار جزء من تاريخنا. مبنى البريد الديوان الأميري أصبح من تاريخنا يعني، بس هذه المرحلة يعني حسيت أني كأني أعيد اكتشافها، لأنها لم تسجل كمرحلة من المراحل. بنفس الشيء حولت إلى رسمة فنية بنقوشة، أأمل أن هالمبنى يصير يوم من الأيام متحف. هذه جزء من المبنى، يعني شيء فريد من نوعه. هاي مبنى شقق موجود في الأصمخ، الحمد لله بعد تم المحافظة عليه، يقال أنه لسعيد العلي الله يرحمه. النكشة هذه اعتبرت حطيتها حتى على في الكتاب، على ظهر الكتاب، لأن هذه هي الاحتفال بما هو الأريبيان ديكو، ديكو العربي بنخيلة بالأشكال الهندسية اللي فيه. أعتقد هاي من أجمل المباني الموجودة لتلك المرحلة. في البدع والرميلة صورتهم كلهم، طبعاً أزيلوا اليوم، حديقة أصبح حديقة، بس حولتهم إلى رسومات للحفاظ عليها بس للذكرى. طبعاً البيبان القديمة جزء كبير منكم لحقوا عليهم، كانت تجارة رائجة، قاموا يشيلون بيبان الخشب ويسوون بيبان حديد بهالنقوش المختلفة. لقيت أيضاً عندي في الرسومات مبنى وزارة الخارجية، ذكرى بعد جميلة، وحولناها إلى رسومات. ولقيت بعض المقترحات اللي تعكس مرحلة البناء آنذاك، يعني شلون التطور بدأ، وبالأشكال الهندسية عربية معاصرة تأثرت بتأثرات مختلفة، مكية، رفعت الجاذرجي، اللي كانوا عباقرة التطوير العمارة العربية. ملحق لمستشفى، المستشفى القديم لم يبنى، بس كأنه صحن طائر أنا ذاك أتخيله في السبعينات، مبنى بهذا الشكل كان شيء يعتبر شيء مميز. أيضا من الرسومات الموجودة كانوا يتفننون حتى الأشكال، الناس بنك المشرق، يعني الرسومات للمباني اللي بنيت أنا ذاك، عندي رسومات تفصيلها، أول بنك عربي يفتح، البنك التجاري أول ما فتح، وحولتهم أيضا إلى بعض الرسومات. وكالة المانع، الفورد أو بيجو أنا ذاك، السفريات الدرويش، كل الرسومات عندي كاملة وحاولت الحفاظ عليها. بدأنا نشوف بعض القصور والمباني السكنية الخاصة، الفلل، هاي تحكي عن مرحلة كاملة اللي هي في بداية الستينات والسبعينات آنذاك. وهاللي البوست كارد اللي تكلمنا عنها، وانتهت مرحلة هذا الكتاب في مرحلة ما يوم بدأنا في الدفنة. إن شاء الله هاي دراسة ثانية، اللي الأستاذ هشام قدومي عنده مدونات كبيرة عن هذه المرحلة، وإن شاء الله تدون، لأن هالمرحلة تبدأ مرحلة انتقالية. فهذا الكتاب انتهى في هذه المرحلة، مرحلة بداية الدفنة،
وتطور اللي في الدفنة. وهي بعض المباني من تلك المرحلة اللي أشوف اللي أعتقد يجب أن تدون كمرحلتنا الحديثة، مثل ما حين ما قلنا الجيل الجديد، هاي كل هالمباني جزء لا يتجزأ من التاريخ. وشكرا. شكرا جزيلا أخي إبراهيم. أخونا المبدع محمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. راح أتكلم عن هذا السؤال الأزلي اللي نحن دائما نتساءل عن هويتنا، هوية العمارة في منطقة الخليج. شلون تكونت؟ متى تكونت؟ بشنو تأثرنا لين ما نحن صار الشكل اللي نحن متعارف عليه؟ فلذلك هناك عنصرين لتشكيل الهوية: الزمان أو التاريخ، والمكان. المكان بالمواد اللي تعطيك إياها، حصى، طين، هذه تفرض على المعماري أنه هو يلتزم في هذا المكان. أما بالنسبة للزمان فهذا هو المد اللي يشكل حقيقة أي هوية موجودة في العالم. فلذلك التساؤل دائما اللي نتساءل فيه، هل الزمن له تأثير على التاريخ؟ فتاريخ الخليج العربي يعني منذ 7500 سنة الإنسان كان في شكل دائم يبحث عن اللؤلؤ. اللؤلؤ كان شيء مقدس، وكان شيء مرتبط بالطقوس الجنائزية. يعني هذا البعثة الفرنسية في إمارة أم القوين عام 1992 اكتشفوا هذا المقبرة، ولاحظوا أن الجمجمة تحت اللثة أو تحت الشفايف موجود لؤلؤة، وبالكربون 14 تم تحليله، يعني معرفة زمنها، وجدوها أنها ترجع إلى 5500 قبل الميلاد. وتوالى اكتشاف لآلة موجودة في المقابر الأثرية في منطقة الخليج، في يعني في مناطق مختلفة من منطقة في منطقة الخليج، كلها تعود إلى 5000-4000 سنة قبل الميلاد، مما يعني أن هاللؤلؤة يعني فعلا كانت مهمة ومقدسة للناس اللي عاشوا في هالفترة. فبعد 3000 سنة نلاحظ بأن في الأسطورة المعروفة جلجامش يتكلم في أسطورته عن كيف اكتشف زهرة الخلود، زهرة الخلود واللي هي يعني عبارة عن لؤلؤة، لأن لما يصف شلون يستخرجها من قاع البحر حوالين جزيرة دلمون، يتكلم أنه ربط حجر في رجله ونزل إلى قاع الماء كما يفعل الغاصة في الفترة اللي كنا يعني لحقنا عليه. يعني فيكاد يتشابه طريقة استخراج اللؤلؤ قبل يعني 5000 سنة إلى ما كان موجود في عصر جلجامش 2600 قبل الميلاد. يتحدث عن زهرة الخلود اللي هي هذه اللؤلؤة، واللي كانت مهمة إن عشان الإنسان لما يعود إلى الحياة أو إذا كان يطلب الخلود لازم ينحط له عند دفنه لؤلؤة تحت شفته العلوية. فلذلك يعني فلذلك أنا يعني رسمت هذا الخارطة الزمنية. لؤلؤة أم القوين
تقريباً 5500 قبل الميلاد. بعدين ليه عهد قلقامش اللي هو في 2600 إلى 2500 قبل الميلاد يتحدث عن اللؤلؤة وعن أنها هي زهرة الخلود؟ لما الإسكندر المقدوني يجي الخليج في 300 قبل الميلاد كان هو على الساحل الفارسي، يرسل جنوده جو نواحي قطر ونواحي الساحل العربي، سألهم إيش كانوا يسوون هالناس. أخبروا إسكندر المقدوني أن هذولين قاعد يشتغلون في عين السمكة كتارة، فبمعنى أنهم كانوا ما زالوا مشغولين في جمع اللآلئ من البحر. لما جاء ابن بطوطة سنة 1300 ميلادية وجد أن الناس في الخليج ما زالوا يبحثون عن اللؤلؤ ويحاولون اكتشاف اللؤلؤ لأغراض تجارية، لين 1900 ميلادية وهل الخليج مشغولين باللؤلؤ من 5500 قبل الميلاد. فلذلك هذا العمود الصغير الأبيض، هذا 80 سنة اللي نحن اكتشفنا فيه البترول وأدى إلى أن نحن نتخلى عن عصر اللؤلؤ ونغير، نسوي تغيير كبير في ثقافتنا اللي كنا نحن معتادين عليها في هالسنين اللي ماضت اللي فاتت. فعمارتنا تغيرت، ملابسنا، ثقافتنا، يعني في أشياء كثيرة تغيرت بس في هالثمانين سنة اللي فاتوا من عصر النفط. فلذلك أنا أسمي هالفترة كلها هي فترة عصر اللؤلؤ، وهذا الحاجز البسيط الصغير هو عصر النفط أو عصر النفط اللي نحن تغيرنا تغير جذري فيها. فلذلك الآن السؤال اللي بعد، يعني هل للمكان أثر على الثقافة الإنسان؟ بلا شك. يعني أنا بتطرق إلى نموذجين، نموذج الدول اللي محيطة بمنطقة بحرية اللي هو الخليج، ومنطقة محيطة بمنطقة صحراوية. يا ترى إيش كثر هالطبيعتين لهم تأثير على الثقافة؟ فلذلك لما نيجي حق الخليج، نأتي إلى الخليج. الخليج يعني هذا البحر اللي موجود عندنا من الشمال فارس، ومن الجنوب عندنا منطقة نجد، منطقتين ثقافيتين مختلفتين. يعني عندنا في بر فارس تحدها منطقة جبلية وعرة وقاسية تمنع سكان الساحل من التواصل مع الثقافات في شيراز وفي إصفهان وفي هالمناطق. فلذلك في نوع من الحاجز الجغرافي اللي منعت التواصل، بينما كان تواصلهم أسهل مع الجانب من خلال الخليج إلى الجانب العربي. نفس الشيء الثقافة النجدية أو الحضارة النجدية مختلفة عن ثقافة الخليج. الحزام الصحراوي اللي هو خاصة صحراء النفوذ والربع الخالي منعت التواصل المجتمعات من مع بعضها، بينما كان من الأسهل أن العرب يتواصلون على الضفتين. المنطقة الفارسية كلها كانت منطقة عربية، والمنطقة الجنوبية كلها كانت منطقة عربية. يعني عندك مثلاً النصوريين في بوشهر، بني حماد، المناصير، المرازيق، آل علي، فهذه كل المناطق كانت تحكمها يحكمونها العرب. وهذين العرب يعني لو بحثنا في تاريخهم أيضا نجدهم أنهم نجديين، يعني يجون من نجد يرتاحون على سواحل الخليج فترة
وبعدين يرتحلون ويصبحون حكام ويحكمون المنطقة في الطرف الآخر. فلذلك البحر كان وسيلة تواصل، كل ما يحصل أزمات الناس تنتقل من شاطئ إلى شاطئ سهل عليها. فلذلك الآن نختبر الجزيرة العربية، الجزيرة العربية نشوف إيش كثر تنوع للعمارة فيها يعني. فلذلك إذا مثلاً نحن نجي منطقة نجد على سبيل المثال، نجد أن بنيانهم طيني، يستخدمون الطين مع أن كانت الصخور متوفرة، لكن كان الصخور متوسطة لكن يعتمدون على الطين بشكل أساسي، ما عدا الأعمدة والأماكن اللي فيها ثقل للحمل، فهذه كانوا ينحتون لها من الصخور. فهذه منطقة نجد، هذا شكل عمارتها، فمختلفة تماماً عن العمارة اللي نحن معتادين عليها في الخليج، لأسباب إن نحن المواد المتوفرة عندنا في الخليج مختلفة عن المواد اللي موجودة في نجد. بينما لما ننتقل إلى جيزان، يعني نحن ما زلنا في محيط الجزيرة العربية، المسافة تقريبا بين نجد وجيزان تقريبا 1000 كيلومتر. ففي منطقة جيزان العمارة مختلفة، لأن هي منطقة جبلية وواقعة على البحر، فهذا البناء يكاد يكون أشبه بالبناء الإفريقي، بينما هي يسمونها العشة الجيزانية، يعني معروفة وما زالوا يحافظون عليها. ونلاحظ أن في البناء يستخدم جميع أنواع الصخور المتاحة، الصخر الأخضر والصخرة الحمراء، على أساس يزين المبنى اللي هو يستخدمه. هذا قلعة تركية أثناء ما كانوا الأتراك يحكمون منطقة جيزان في 1800 في هالفترة. إذا نروح حق جزيرة الفرسان، هي جزيرة تبعد 40 كيلومتر عن الجيزان، أيضا يعني لها تماما مختلفة عن ما نشوفه في البر. يعني مثلا هذا بيت الرفاعي في جزيرة الفرسان، اللي بنوه نعرف أنهم كانوا هنود. أحمد الرفاعي كان طواش كبير وتاجر لؤلؤ وكان ثري جدا، فلذلك جاب هالمعماريين من الهند وخلاهم يبنون البنيان. بينما لما ننتقل إلى منطقة حضرموت، حضرموت يعني يمكن أكثر شيء معروف عنها إلى مدينة بلدة شيبام، وبلدة شيبام اللي هي ناطحات السحاب أو يسمونها منهاتن الصحراء، هاي عمرها يمكن تقريباً 500-600 سنة، مادة يعتمد على الطين، شيء عجيب يعني المدينة ومن التراث العالمي. فهذه لقطة أخرى لهذه، من أقدم المباني فيها اللي هي جامع هارون الرشيد، يقال أن هارون الرشيد قام بترميم هذه المدينة. بينما لما نعرج للساحل الشرقي للجزيرة العربية، فنلاحظ أن نحن أمام عمارة مختلفة تماماً. يعني هذا قلعة محمد عبد الوهاب الفيحاني في جزيرة دارين، وأبنية أخرى. شوف هذا يعني قواعد البناء أو grammar of the buildings، يعني هذا الشيء ما موجود إلا في الخليج. إذا كان يبني بالطين أو يبني بالحجر أو يبني بأي شيء، دائما يلتزم
بهالتقسيمة وبهالتوزيع يعني. وطبعا هني هذا هني نقدر نطلع grammar of the buildings فيها يعني. شوف هالأعمدة اللي مقسمة 3 أمتار وبعدين هالعمودين ينقسم إلى عمودين، وانت رايح كلها مواد الفروش من البحر جايه واليص من البر، فعندهم تطور أكثر في مسألة البناء. فلذلك الآن إذا نحن نعرج نقترب نسوي زوم إن على منطقة الخليج، تشوف الخليج يكاد يكون متميز لأن البحر كان وسيلة تواصل بين الضفتين. ونحن نعرف أن مثلاً خراب البصرة عن عمار الزبارة عام 1777، وخراب الدوحة عام 1866 انتقل سكانها القطر راحوا البر الفارسي في صوب منطقة تشارك. فلذلك يعني الأزمات الحربية، الأمور الاقتصادية، مسائل الثأر كلها تؤدي إلى الرحيل إلى الجانب الآخر. فالآن أستعرض مجموعة من الأبنية. أنا زرت هاي منطقة الخليج، هذا المحيط هذا كله من البداية على الضفتين. هذا جزيرة قشم، هذا الجزيرة العودة طويلة عند مدخل الخليج. في عندهم بلدة اسمها لافت، هذا معظم سكانها من العرب، وكان تحت حكم القواسم فترة طويلة. فلذلك شوف الحين هذا البنيان، شوف لباس الريال على القحفية والثوب والغترة يضربها تريمبة، فأشكالهم عربية، وحتى نسوانهم ملابسهم وهذه أيضا بنفس الطريقة. فهذا اللافت وهذا شكل المعمار. هذا مثلا بلدة كونغ، هي بينها وبين لنجة تقريبا 10 كيلو. أيضا شوف شلون البنيان، هذا بنيان خليجي. لو نحن ما حطينا بلدة كونغ على الموضوع، هذا كله كانت في فترة كشف الحجاب. معظم المجتمعات العربية اللي كانت في العشرينات، معظم القبائل العربية لما أمر أبو شاه إيران أن المرأة لا تلبس الحجاب وتكون مثل المرأة الأوروبية، معظم العرب تركوا مدنهم ويو الساحل العربي. فهذا لنجة، هذا بلدة القطيف مثلا، حين الساحل الشرقي بلدة القطيف، هذه قصر الشايجي زرته يمكن قبل يمكن 20 سنة، دشيت حصلت دريشة مفتوحة، طبيت في المكان وصورت المكان كله، ما يندر الآن شنو وضعه يعني. مثلا منطقة البحرين أو منطقة طبعا هذا قطر في بلدة الوسيل، فيكاد يكون يعني المكان يتشابه في بنيانه يعني. لو أنا شايل أسماء المدن الواحد ما يعرف هذه ساحل الفارسي ولا ساحل العربي. الآن أنا أتكلم عن بعض الصور اللي صورت في قطر من 1904 ونحن جايين، على رأسهم هيرمان بوركهارد. هيرمان بوركهارد يقطر في يناير في الشتاء 1904 ميلادية، صور ما يقرب من 10 صور، صور في غاية الخطورة. الشيخ جاسم المؤسس ما زال حي في الوسيل ساكن، وهو يمر الدوحة وينتبه إلى هذا المبنى العظيم اللي هو مسجد بلقبيب، ينتبه له وصوره 3-4 صور حوالين مسجد بلقبيب. وبعدين انتبه إلى وجود المعسكر التركي، هذا هو المعسكر التركي، وقف فوق المعسكر وصور. المنطقة اللي نشوفها في الصوب الثاني هي منطقة الجسرة،
هذا السور اللي قاعدين نشوفه هنا اللي بناه الشيخ جاسم بن محمد عام 1888 قبل ليسوي حربه مع أهل شرق. فهذه القلعة اللي صورها هيرمان بوركهارت، وصور كذا صورة حوالين المكان. يعني تخيلوا هذا صورة الأتراك، العسكر الأتراك اللي كانوا عايشين في المعسكر التركي، أشكالهم بائسة، كانوا يعني يكاد يطرون الأكل من عند هالقطار ومن هذه كانت، وكانوا يهربون بشكل دائم من المكان. هذا جاسم بن محمد الفيحاني اللي هو يصير أبو الشاعر، أبو شاعر عبد الوهاب. تخيل هذا الرجال شافهم يصورون وقف وصوروها الصورة. طبعاً نشوفه لابس غترة شال، وهذا البشت الصوف الغليظ والعقال الأبيض. هو كان في قطر في يناير، برد شتاء، فمعناته هذا هو لباس هالقطر عام 1904 ميلادية. هذا الصورة لها قصة. كان في كابتن المقيم البريطاني في البحرين، كان يمرون قطر كل 5 شهور 4 شهور مرة علشان يتأكدون شنو وضع الأتراك، شنو وضع الأتراك في قطر. فالكابتن بريدو عرف أن الشيخ جاسم ساكن في الوسيل، فهي مشاهد الوسيل وحم بينزل، فالتقط هالصورة لجلعة الوسيل، جلعة الشيخ جاسم، كان هو الآن ساكن في المكان، لأنه بيتوفى جاسم 1913، هاي سنة 1905 صورة مأخوذة. بس جاسم، شيخ جاسم المؤسس، طرش ولده علي، قال أروح بيك الإنجليزي هاته. هو كان معسكر في صخامة، معسكر هناك، مشتي هناك. بس قال نبه على الشيخ علي بن جاسم، قال له شوف إذا شفت وياه عكاسة لا تخليه يجيب الكاميرا وياه. فالإنجليزي وياه الكاميرا نازل، ويوم تلاقى وياه علي بن جاسم جايب وياه خيول وخدام عشان يأخذونه يودونه حق جاسم في شو اسمه. فقال له الشيخ علي بن جاسم هذا الشيخ يقول لك هذا العكاسة لا تجيبها وياك. الشيخ ما يرضى، قال له أنا ما تلاسن وياه. قال له لا ما تجيبها وياك. فزعل الإنجليزي وقط الكاميرا في اللنج ومشى وياه. ويوم راح شاف جاسم اشتكى على علي بن جاسم، قال له ولدك ما خلاني أجيب الكاميرا، قلت بصور الخيام بصور البر. فجاسم يدري انه جاي يصوره يعني، قال له لا يوم انا كنت شباب واركب الخيل وهذه كان خليناك تصور. فهاي صورة، هاي القصة اللي معروفة حول هالقصة في كتب بعض الكتب تذكرها ان هذه جلعة الوكرة، لكن هي مو بالوكرة، جلعة لوسيل. هذه المسألة الخور، هاي صورة جوية سنة 1958 وتحت 1960. أهل الخور اهدموا الخور القديمة في السبعينات، الحكومة كانت تعطي فلوس حق اللي يبيع بيته، يعني من باب توزيع الثروة على هالقطر. لكن كان عندهم يعني قانون جدا سخيف، يقول لك ما تستلم الشيك شيك بيتك إلا إذا هدمت البيت، اهدمه وبعدين تعال بنسلمك الشيك مالك. فأهل الخور كانت عندهم بعض الأبنية الجميلة والعريقة والقديمة، فكانوا يتناقشون يعني هذا الكلام وصلني، إن قالوا له ميلس فلان هذا عمره فوق 150 سنة، خلنا نخلي. قال له لا ما تخلون شيء، احنا مثل ما طبقنا على ذاك بنطبق على فلان. فتخيل ان اهدموا
أشياء كثيرة في الخور، يعني في بعضها كان يمكن فوق 200 سنة وكانت جميلة جدا بعد. فلذلك أنا الشاعر سعد بن سعد القشاشي ذكر قصيدة موجوع على اللي قاعد يصير. قال: عند الضحى سرت أتمشى على السيف، وعينت رسم الأولين مهدومي، وهلت دموعي فوق خدي ذواريف، وسالت على وجناي سيلا عمومي. شفت التلكتر تنسف القاع تنسيف، وخلت أعمار الدار كله ثلومي. دار بنوها طيبين المواقيف، وشادوا عليها طيبين العلومي. فأعتقد بكتفي في هذا المكان عن الذاكرة وعن العمارة في قطر، ومشكورين على حسن الإنصات. شكراً أستاذنا محمد، شكراً جزيلاً على العرض. تسمحوا لي حضراتكم يعني أحاول أوجز نقاط أساسية في طرح الحبيبين إبراهيم ومحمد، وفي نفس الوقت سأحاول أن يتضمن هذا الإيجاز مجموعة من التساؤلات لحضراتكم، ثم يشرفنا أيضاً فتح الحوار إذا كان في هناك أي تساؤلات أو مداخلات. أخي إبراهيم، الحقيقة عرض حضرتك بدأ بما أسميه أنا التزامك الشديد بالنشر المكتوب. وعادة المعماريين والعمرانيين يكتفوا بما يبنى ويصمم من إبداعاتهم. إبراهيم الجيدة بيتميز أنه لا يكتفي فقط بما يبني، ولكنه يكتب ويوثق وينتج مجموعة من الكتب والمؤلفات التي أعتقد أنها أثرت المكتبة القطرية والمكتبة العربية والخليجية بصورة رئيسية. أنا سؤالي الأول لحضرتك: من أين جاءك هذا الالتزام وأنت مصمم راقي ورائع ومبدع أن يكون جزء من طاقتك موجه ناحية الكتابة وإنتاج المؤلفات؟ بكل بساطة، لأني كنت فاقد هذه المعلومات وأنا طالب، فكنت محتاج إلى مرجع، وأخذت على عاتقي أن أعمل مراجع للجيل الجديد من المعماريين، بحيث أن يكون عندهم مرجع ما هي العمارة القديمة، ما هي بداية الحداثة، حتى أتمنى وأشوف الجيل الجديد من المعماريين يصممون أشياء لها علاقة بتراثنا، ويكون عندهم المراجع نفس الشيء حتى في التصميم الداخلي أو في التصميم المعماري. فكان هذا هدفي اللي ما كان ينقصني وأنا صغير، وأنا أثناء دراستي حبيت أوفره للجيل الجديد. ممتاز. جزء أيضاً من طرحك أخي إبراهيم له علاقة بأهمية توثيق التراث. توثيق التراث لأنه كما طرح أخي محمد أحياناً بيندثر، أحياناً بيهدم، وبالتالي عملية التوثيق شديدة الأهمية. لكن اسمح لي كمان، ويمكن بعض الحضور، أنا أتمنى الجميع يكون يعلم أن إبراهيم الجيدة هو مصمم استاد الثمامة الذي احتضن جزء كبير من فعاليات ومباريات تصفيات كأس العالم، يستحق فعلاً. هذا الاستاد أخي إبراهيم في رأيي أيضاً النقدي المعماري أنه إبراز لفكرة كيف يتحول التراث إلى منطلق لإبداع معاصر جديد. في تصميمك لهذا الاستاد أنت ارتكزت على مفردات تراثية، ولكنك أنتجت منها إنتاج إبداعي معاصر. هل هذه الفرضية صحيحة؟ صحيحة، وأخذت لي أكثر من 30 سنة إلى أمر بكل هالمراحل. يعني أول ما بديت في المباني القديمة من نادي الدبلوماسي، نادي الدانة، كنت أتأثر بطريقة مباشرة بالقديم،
بس مع مرور السنين بدأنا نحط عناصر معمارية، وبدأت ألاحظ أن هويتنا أبعد من القشرة المعمارية، هويتنا في بيئتنا، في تشكيلة في بحرنا، في البيئة عامة يعني. فحبيت أستفيد من النقوش القديمة، بالأشكال الهندسية القديمة، بعد أحطها بطريقة معاصرة. وأعتقد هالتجربة بدينا نشوفها في أحسن مثال اللي هو مشيرب، اللي أخذوا العناصر الجميلة من عمارتنا، الفتحات الصغيرة، تركيبة المدينة ككل، دواعيس كيف حافظوا على البيئة. فأعتقد هي هويتنا الحديثة، بدون نسخ القديم بطريقة مباشرة، ولكن الاستفادة ما كانوا آباءنا وأجدادنا تعلموا بالحفاظ وتعاملهم مع البيئة. ما كانوا يحطون شباك بيبيك كبيرة في جبلة مثلاً، مكان اللي فيه الشمس الحامية. فكل هالعناصر أعتقد ممكن الاستفادة منها في تطوير عمارة قطرية معاصرة، اللي أشوف بدت في مشيرب وفي بعض هالمباني الحديثة إن شاء الله. الله. أخي محمد، طرح حضرتك أيضاً كان محمل بفكرة رئيسية، وهي أن هوية المكان وذاكرة المكان هي نتاج لعاملين أساسيين: الزمن والمكان. ولذلك حضرتك في جولتك الرائعة معنا التي تحركنا فيها تقريبا في كل الخليج، رصدت بصورة موثقة هذه التغيرات التي أحيانا تكون تغيرات جذرية على الرغم من أنها في سياق جغرافي محدود. هل حضرتك تعتقد أن من المهم للمصمم قبل البدء في عملية التصميم أن يبذل جهد لفهم قيمة هذا المكان وقيمة هذا السياق؟ طبعاً. يعني أنا مرة كنت في الوكرة أسأل كبير، شخص كبير في السن، أقول له منو البنايين اللي كانوا يبنون؟ أبي أشوف منو المعماريين اللي بنوا ساهموا في تعمير الوكرة مثلاً. فضحك أنه جلس أسأله سؤال سخيف. فقال منو اللي يبني؟ إحنا بنفسنا نبني. يقول لين بغيت أزوج ولد وعندي وأنا ساكن في بيت في المسجد، أخبر المصلين اللي في الفريج، أقول لهم أنا ترى باكر أبي أبني الحجر حق الولد، أبي أزوجه. فكل اللي في المسجد يتعاونون، اللي يجيب الحجر واللي يجيب الطين واللي يجيب الماي واللي يساعد في البناء، وأنا علي الريوق والغداء وجبتين للجماعة. فلذلك يقول ويزعلوا لما يكتشفوا أن البنيان كمل بعد 4 أيام، ما في ريوق وما في غداء يعني. فلذلك المجتمع كان يمارس العمارة، كان يمارس البناء، ما كان يعتمد على حرفي متخصص بناي أن عشان تبني هالغرفة محتاج أن يستجلب حد، لا ما كان بهذا الشكل. المرأة، الأطفال، الكبار، كلهم كانوا يتعاونوا في بناء الحجرة. والأهم من ذلك أن كان على وعي شديد باتجاهات الرياح واتجاهات الشمس وإيش هي أفضل اتجاه يستطيع أن يستفيد من الموارد البيئية المتاحة. يعرف أن الهواء دائما شمال غربي دائما، فلذلك يجعل فتحات البيت في وقت لم يكن هناك فيه كهرباء ولا مكيفات، يجعل فتحات البيت درايشة مشاهدة الشمال وفتحات مشاهدة الجنوب. أنت لما تقترب من الإنسان الشعبي تجد أن معلوماته عن البيئة وعن مواد البناء وكيف يجب أن يبنى كان يعني شيء متقدم جدا يعني. فلذلك هو هذه. وبعدين كل موسم بعد موسم أمطار الأسرة كلها كانت تقوم بترميم هذا المكان. أنا في واحد من البكوارة ذكر لي، قال لي أن في أوقات الصفري
أوقات الخريف قبل موسم الأمطار يستعدوا أنهم يروحوا إلى البر، يسكنوا في البر، فيشيلوا الأخشاب السقف والنوافذ والهذي يأخذوها معهم إلى الروضة أو المكان اللي بيعسكروا فيها فترة الصيف فترة الشتاء، ولما يرجعوا يعيدوا بنيان هذا البيت مرة أخرى. فتخيل إنسان يهدم بيته ويعيد بنيانه ويبني خيمة في البر وبعدين يفكه، كانت مهنة النساء. فعند تعاطي مع العمارة بشكل عملي وبشكل يعني يومي، كل الأسرة كانت. فلذلك انت تخيل هذا المجتمع اللي على هذا الوعي بالعمارة وبالبناء هذه كيف يحتاج إلى بناي. يعني تأييداً لكلام حضرتك، في كثير من علماء دراسة الإنسان أو ما يسمى بالأنثروبولوجي، وأيضاً من عملوا في تحليل العمارة الشعبية، تحدثوا عن مفاهيم المعرفة الفطرية للمجتمع. الإنسان بسبب تفاعله مع المكان يعلم عنه ويدرك قيمه. وأيضاً تأييداً أيضاً لكلام حضرتك، المعماري المصري الراحل حسن فتحي كان أيضاً له مقولة تردد لها صدى كبير مع ما طرحته حضرتك، وهي أن إنسان لوحده لا يمكن أن يبني بيته، ولكن عشرة معاً يستطيع أن يبنون عشرة بيوت. فده أيضاً كلام الحقيقة يتصق مع كلام حضرتك. أنا أيضاً لاحظت في مداخلة حضرتك تحليل مهم جداً، وهو التعامل التحليلي مع الصور الفوتوغرافية القديمة، وهذه مدرسة مهمة جداً في فهم التراث وقيمة التراث وتحليل عناصره. هل هذه بداية لمشروع مهندس محمد، ولا بس يعني ده كانت بداية للمحاضرة؟ لأن ده موضوع مهم جداً. هو طبعاً الأمير الوالد كان يطلب منا بعض الأحيان، يعني على سبيل المثال قال هل في الإمكان إعادة قلعة اللوسيل في منطقة اللوسيل اللي هو في آخر عمر الشيخ جاسم بن محمد سكن في هذا المكان؟ قلنا له والله إذا الأساسات موجودة وفي صور جوية موجودة الحل سهل. ففعلاً ذهبنا ونقبنا عن الأساسات القلعة، وجدنا القلعة موجودة، وحتى البيوت اللي حوالينا كانت بيوت موجودة. وفي الأساسات يعني في الخمسينات معظم مقاولي البناء كانوا يأتوا على القرى المهجورة وينقلوا حجارتها، لكن ما تحت التراب يتركوه، صعب عليهم فيتركوه. فنحن كنا نيجي نزيل التراب عن المكان، فنلاحظ مكان النوافذ موجودة، مكان الأبواب موجودة، يعني بعض الأقواس تكون ساقطة في المكان نشاهدها. وبعدين نأتي بالصور القديمة، الصور القديمة تكشف المنطقة، يعني يصبح فهم اللي كشفته في الأرض سهل أنك أنت تطابقه مع الصورة. وبعدين كان عندنا مساحين يقوموا أيضا برسم خارطة المكان، فنطابق الصورة على الواقع، على فتنكشف المكان. هاي الطريقة من يعني أكثر من 20 سنة، ونحن هاي طريقتنا في بنفس الطريقة. نعم الوكرة بعد. أنا عارف أن اليوم كان مطول ومكثف، ولا أريد أيضاً أن أثقل على فريق العمل، لكن لو في أي أطروحات أو أي أسئلة تفضل حضرتك. لا، أولاً حقيقة أن الطرح من الأخ إبراهيم والأخ محمد طرح رائع، وأنا أشكرهم وأشد على أيديهم فيما تقدموا فيه. بس عندي ملاحظتين. الملاحظة الأولى وأعتقد أيضاً مهمة ممكن أنهم يساهمون فيها، أنه لا يكفي أن إحنا نؤرخ أو نسجل العمارة كما طرحت، يمكن لو نضيفها البعد الناس اللي سكنوا في هذه الـ 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 الأماكن، وخاصة الأخ إبراهيم لما طرح صور قديمة لمباني قديمة. يعني يا ريت أن ممكن يصير مشروع لرصد
السكان اللي سكنوا والتفاعلات اللي صارت في هذه المدينة، ويطلع منها كتاب رائع. أعتقد هذا حيكمل الجانب اللي الأخوان تفضلوا فيه. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أيضا الأخ محمد تكلم عن موضوع الشخص الكواري اللي قال إنه يحملوا الأبواب والدرايش معاهم لما يروحوا للبر. فأيضا مرحلة البر أيضا مرحلة مهمة، ياليت أن أيضا ما ننسى جانب الصحراء وبيت الشعر، وكيف المكان أيضا له علاقة بتشكيلة العقلية الإنسان أيضا. فياليت هذه النماذج اللي تصير أيضا في البر تنعكس أيضا في الأطروحات اللي تفضلوا فيها الأخوان، بحيث أنه أيضا يستمر أيضا هذا البعد الصحراوي اللي هو عادة مهمل بشكل عام في الدراسات اللي تصير. شكرا أستاذنا أبو راشد. لو في أسئلة إضافية تفضل. تفضل أخونا. السؤال موجه حق أستاذ إبراهيم بخصوص العناصر حق العمارة الخليجية. إذا أنت ذكرت الفتحات مثلا في عمارة مشيرب، حابين بعد تعطينا مثلا أمثلة ولا مثلا خمس عناصر أنت تشوفها أساسية ومتكررة على العمارة الخليجية في الساحل الشرقي مثلا. تعقيبين سريعين. الأخ براشد، لحسن الحظ الحمد لله المتاحف قاموا يسوون لقاءات مع الخرائط القديمة، الصور القديمة مالت قطر، ومن ذاكرة بدأوا ينادون الشباب معظمهم ما يرضون يتكلمون بس اللي له ذاكرة، وبالفعل قاموا يدونون البيوت بيوت من آخر مشروع حين يتم ترميمه وقائمة عليه أشغال مع المتاحف، وهو فرج منطقة الأصبخ كاملة، مع أنها هي عدة فرجان بس سميت بالأصبخ لأن جزء هي بسيط، ولكن كل هالفرجان اللي تم كل بيت وكل ذاكرة، وقاموا يسوون لقاءات مع ناس، يا ريت ما تبقى من الوكرة ومن الخور تتم هالذكريات، لأن بالفعل هاي ذاكرة المكان والإنسان الموجود وفيه ذكريات غاية في الجمال. بخصوص العناصر، إذا بنتكلم عن العناصر الخليجية للعمارة القديمة، هاي لها مميزات، فتحات طريقة البناء. أعتقد أستاذنا الأخ محمد اللي روانا اللي كأنه شلنا الجلد مال المبنى وراوك شلون العمدان طالعة، هذه العناصر هي البحتة اللي كانت طريقة البناء اللي كانت تحدد الشكل المعماري. اللي كنت أشير إليه في مشيرب هو اللي ما أسميه بعمارتنا المعاصرة. إحنا ما نقدر نتم نبني بهالطريقة إلى الأبد لسبب أن مواد البناء اختلفت، بس لازم أن نستفيد من اللي ورثناه من أجدادنا شلون قدروا يتعاملون مع هالبيئة الشرسة. سوينا دراسة مع جامعة هارفارد، خذوا صور قديمة للدوحة وبنوها في الكمبيوتر وسووا تحليل عليها. درجة الحرارة داخل الحوش في السكيك 10 إلى 12 درجة مئوية أقل من الشوارع، معناته في حل عبقري اللي تطرق عليه الأخ محمد بالتوجه، شلون حافظ على الهواء الشمال. هذه العناصر اللي احنا لازم نستفيد منها عساس نطور. إذا أنت كنت معماري عمارتنا الحديثة، ناخذ لا تتأثر بالقشرة فقط، تأثر بالمكونات وكيف التعامل مع البيئة. وها أقول حتى حق الطالبات الحين في جامعة قطر في العمارة، احنا لو خدنا كل هالعناصر كيف نتعامل مع البيئة، صدقوني بتطلع عمارة مميزة ومحافظة بحوش بلواوينها، لكن بطريقة معاصرة. فتحاتك لازم تكون صغيرة، أحط شباك كبير وسكر بستارة والشمس الحامية وخلي المكيف يدف، هاي ما مم التعامل مع البيئة، وأجدادنا ما كانوا يتعاملون مع البيئة. لو تسوي بهالطريقة ما قدروا يعيشون حتى كم من يوم. إذا أنا تحت تهديد عنيف أخويا محمد، ف 15 20 ثانية سريعة لحسن، في تهديدات من جميع الزوايا. طراز المعماري، يعني ألا أنا برد على أبو راشد، يعني تخيل أن النساء هم اللي كانوا يتولون الخيام اللي تنصب في الصحراء، هم اللي كانوا يرتبونه، هم اللي ينصبونه، هم اللي يفكونه، هم يرجعونه مرة ثانية إلى فكانت يعني أنت تخيل خيمة وزنها فوق 200-300 كيلو، يعني تنقل إلى مواقعها وتفرش وتنظف وبعدين لما يرجعوا
يرجعوا أسقفوا البيوت ويرجع. أنا أعتقد فعلًا يعني التراث هذا خاصة اللي كان عندهم حلال في الشتاء وفي الخريف يروحون البر مدة 4-5 شهور وبعدين يرجعون في الصيف إلى بيوتهم على السيف. هذين يعني كانوا يمتلكوا ثقافة معمارية بيئية خطيرة، مع الأسف نخشى أنها اندثرت ويعني نسيت إلى الأبد. شكرا جزيلا، وتسمحوا لي أطلب منكم تحية المبدعين إبراهيم ومحمد.